تغيرتي؟ شو لقيتي الفرق؟ تغيرت؟ لا كيف بحس انا وحالي؟ لو انا ما تغيرت، بس حياتي تغيرت اكيد كثير. نمط حياتي تغير، مسؤولياتي كبرت، تحديات صارت اصعب، ولكن انا بعد بحس انه نفس الشيء. اليوم باطلالتك الليلي شو اللي عم يتسابق ليطل اكثر، ريما زوجة السياسي الزعيم او ريما مذيعة زمان؟ لا، ريما زوجة سليمان فرنجية. كيف الكاميرا؟ انت بعمرك ما تعاملتي مع الكاميرا كانها حديد، يعني ماكينه او بلاستيك وحديد، وانت كنتي تتخاطبي مع عيون صحيح عم بيحكوكي. صحيح، ولا مره تعاطيت مع الكاميرا مثل ما عم تقول انه ازاز وحديد. كنت اطلع وشوف من وراها ناس قاعده ببيوتها، ناس لما بتدور بالمطلق بتدور التلفزيون مشان تتسلى، وهلا مشان يكون في تاخذ معلومات. وبقى كنت اعتبر انه في ناس زهقاني، ولازم انا بهال 30 سنه اللي عم طول فيهم اقدر قدر المستطاع انقل نوع من فرح اقدر اوصلهم اياه. ولما كانوا الناس يقولوا لي انه لما نشوفك بنبتسم، هيدا كان يعني كان احلى شيء عندي. مضويه ما شاء الله عليك ريما فرنجيه. الكلام يلي من زمان كنت تقريه، نعم، كان كلام مكتوب صحيح، تتوجهي اعلان عن برنامج او مثل ما شفنا روبورتاجات بمهرجانات عالميه. صح. اليوم الكلام صحيح، الكلام والنفس حتى محسوب عليك، في عهد، في مسؤوليه على كتافك وعلى كتاف مين بتمثليه. صحيح، اليوم مزبوط تغير الكلام، تغير كثير. قلت لك صار في مسؤولية، لأنه أنا هون ما بقى بمثل حالي، بمثل سليمان فرنجية، بمثل آل فرنجية، بمثل صغرتا، وبمثل كمان الشمال إلى حد ما. بقى مثل ما عم تقول أي موقف من أي شيء بمطرح ما أنا عم مثل كل. أنت بتضمني اليوم أي مشاهد بشمال لبنان، مش تحديدا بصغرتا، بشمال لبنان إذا عرف أنه ريما سليمان فرنجية معنا بمايسترو، بتضمني أنه أكيد رح يقعد يحضرك؟ بكرة منعرف. نحن عنا كتير كان ميلز عم يسألوا، عم بيقولوا يعني يا عمي وين هالغيبة اللي ما طلت أبدا؟ يعني من وقت لأعلنت حضرتك في أشخاص يمكن إلي 10 سنين مش سامعة صوتهم، اتصلوا لأنه هلأ يمكن بعد هالغياب في شوي من حشرية أنه قطعت بتغيرات ولا الكواليس. الناس حابة يمكن الليلة، وعارفين أنه ببروغرامك بتطرق لكل هالأمور، بقى حابين يسمعوا. وبرنامجك بجنن يعني. شكرا. بهالشهر الفضيل عم بتفوتوا على كل بيت وعم بتعملوا سهرة رمضان حلوة وممتعة ومحترمة ومهضومة. اشتقت للكاميرا ريما؟ شكرا. اشتقت للكاميرا بمعنى الحنين؟ لا، ولكن للكاميرا بمعنى الحنين لا. لا، ما بتحني انه تطلعي ترجعي تروحي تقعدي؟ لا، لاني وقفت اخذت قرار الابتعاد عن الكاميرا والتلفزيون بارتياح وبقناعة كاملة. ولكن للكاميرا وللتلفزيون بذاكرتي بمطرح ما بيعنوا شيء حلو كثير، شيء مهضوم كثير، بقى بحتفظ بهالذكرى داخلي. نحن بالبدايه رح نحيي كل المشاهدين بكل انحاء العالم، وتحديدا اليوم بصغرتا، تحديدا بشمال لبنان، بالعالم كله، لانه في اولا ناس من الشمال بالعالم كله، في ناس من كسروين وجبال قرايبيني كمان بالعالم كله عم بيحضرونا، بالعالم كله وبلبنان. وحابب تخص بالشمال؟ اي طبعا طبعا، بدنا نخص كمان اهالي الشمال موجودين بكندا، باستراليا، بامريكا، بكل اوروبا، بافريقيا، بمصر. كثير ناس الليله بحيوكي، كثير في ايميلز من مصر كمان وبدول الخليج العربي.